السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقتنا من مطبخك، برنامج مطبخك على الهوا مع الشيف أسماء. هنعمل كل حاجة إن شاء الله، حلو وحادق وكل حاجة سهلة وبسيطة إن شاء الله. النهاردة جايبة لكم حاجة سهلة جدا. المندي مشكلة بالنسبة لناس كتير، فأنا جايبة لك كده فكرة بسيطة جدا تعملي بيها المندي. طبق لذيذ جدا، هيشرفك جدا جدا قدام ضيوفك أو على سفرتك، وسهل وبسيط قوي. وكمان هنعمل رز بسمتي معاه، وهنعمل بسبوسه حلو، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه عليكم في اولى حلقاتنا من برنامج مطبخك على الهوا. هنسمي الرحمن ونبتدي بالمقادير. معايا فرخه او زي ما انت عايزه، بتشتغلي بوراك او فراخ اي حاجه، طبعا مغسوله كويس جدا. بتقطعيها كده عشان التتبيله تخش جواها وتضمني ان الفرخه بتاعتك مستويه. هنسلقها سليق عادي جدا خالص. هنحط معاها بصلايه وفلفل اسود وحبهان، وبلاش مرقه الدجاج، فهنستغنى عنها ببهارات الفراخ ان شاء الله. هنسمي الرحمن وهننزل بالفرخه بتاعتنا، وبعدين نيجي نكمل مع بعض ان شاء الله. سهل جدا وبسيط وسريع، مش هياخد منك وقت ولا مجهود. بسم الله، نسمي الرحمن نتوكل على الله. اهي عندي الفرخة بتاعتي، بسم الله. هنزل بالبصلاية، شوية فلفل اسود، وهاخد اتنين كده فصين حبهان معاها، وهاخد حبة بهارات فراخ، بس هتفرق كتير قوي قوي معاكي في الطعم. بس كده تمام. خلاص كده هغطي عليها واسيبها تتسلق براحتها، ونشوف نعمل حاجة تانية على ما هي تتسلق معانا. نعمل حاجة تانية، ممكن نشتغل في البسبوسة على طول لحد ما هي تتسلق، عشان هاخد الشوربة بتاعتها وهشتغل بيها مع الرز ان شاء الله. معايا هنا الرز، انا ما بنقعوش، وما تخافيش، اتعاملي معايا كويس جدا. الرز البسمتي الحباية الصفراء، ما تغسلهاش، اغسليها بس ما تنقعهاش، عشان يطلع مفلفل معاكي ويبقى مظبوط. ماشي، هنعمل كده. عسام الرحمن دي معايا صينية فيها دهناها دهنة سمنة، ودهناها دهنة طحينة، عشان البسبوسة تطلع معايا مقرمشة من تحت. بجهزها قبل ما اشتغل في البسبوسة بتاعتي. مقادير البسبوسة بتاعتي سهلة جدا بسيطة، ما هتطلع معاكي ناجحة، وما تقلقيش بقى ولا ناشفة ولا ما بتشربش السيرب بتاعك ولا اي حاجة، ان شاء الله هتطلع كويسة جدا معاكي. معايا هنا 600 جرام دقيق سميد، نشيل برانشة، 600 جرام دقيق سميد، وكوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع لبن، وعلمك تكاية حلوة قوي. معايا عسل ابيض، هاخد منه معلقة احطها على اللبن بتاعي، بتفرق قوي قوي في طعم البسبوسة، ومش بيدي تحلية زيادة ولا اي حاجة. معايا 600 جرام دقيق سميد، هحط عليهم كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه، اهي هي كانت سايحه بس عشان درجه الحراره هنا، اهي هخلطهم كويس مع بعض كده، وهحط معلقه بيكنج باودر، معلقه واحده او اقل من معلقه عشان ما تطلعش هشه زياده عن اللزوم. كده خلاص هدوب معلقه العسل اللي انا حطيتها في اللبن، وهنزل بالمكونات بسرعه على بعض. هنضيف
بس هخلط البسبوسه كويس عشان الفراخ، هخلط كل المكونات دي حلوه قوي مع بعض. معايا اهم حاجه ان احنا ما نعجنش فيها كتير عشان ما تنشفش مننا، دي اهم حاجه. سهله وبسيطه، واي بنوته صغننه ممكن تقوم تعملها حالا دلوقتي. هاي معلقه العسل مع اللبن كده بمنتهى السهوله اهو، بس هعجنهم مش هعجنهم، انا هلم المكونات بس تتجانس مع بعض وخلاص على كده. هي دي البسبوسه بتاعتك اللي كل الناس بتقول ان هي قضيه او مشكله يعني. ممكن نشتغل بايديا، علمها بايدي كده اهي، ما تخافيش مش ناشفه، المكونات مظبوطه قوي قوي، مش هتطلع ناشفه معاكي ولا اي حاجه. من اسهل الحاجات اللي ممكن تقومي تعمليها في اي وقت هي البسبوسه. انا جبتها لك ولا زبادي ولا لبن رايب ولا اي حاجه، جايبه لك ابسط حاجه واسهل حاجه هنا من برنامجنا مطبخ على الهوا مع الشيف اسماء. ان شاء الله هتتعلمي كل حاجه. بصوا اهي لسه مفروله زي ما هي، انا جنستها بس مع بعض. تمام خلاص هبتدي افردها كده. طب يا شيف هي ناشفه مش راضيه تتفرد، هعمل ايه؟ هجيب شويه ميه في نفس البوله اللي انا كنت شغاله فيها، اهو كده بتساوي على قد ما تقدري، وبعد كده بايدك بتبلي في الميه وبترجعي تفردي، بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. اسهل واسرع صينيه بسبوسه ممكن تعمليها. تاني 600 جرام دقيق سميد، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه، نص معلقه بيكنج باودر، وخلاص ادي مكونات البسبوسه معاكي. اهي بصي بالمنظر ده اتساوت وبقت زي الفل معاكي. اهي طبعا هتقولي المكسرات غاليه او اي حاجه، لا احنا ممكن نشتغل باي حاجه المتاحة عندك او اللي تقدري تشتغلي بيه. هو السوداني ارخص حاجة. عايزة تعمليها سادة ماشي، عايزة تضيفيها جوز هند برضو ماشي، انا جايبالك اسهل حاجة تقدري تعمليها وفي نفس الوقت اسرع حاجة. بترصصي كده ترصصيها رصة عشوائي او زي ما انت عايزة، وتخلي اولادك كده في البيت يقوموا يتسلوا كده يعملوها هم قاعدين. خلاص خلصت كده معايا صينيه البسبوسه، ما خدت معاكي ما خدتش معاكي اي وقت ولا مجهود،
سريعة جدا وسهلة جدا، وان شاء الله هتعجبك جدا جدا. اروح بقى ادخلها الفرن بتاعتي على درجة حرارة 180 190، واول ما احس ان الحروف احمرت هولع لها الشواية بالظبط 3 دقايق. كده خلاص، والبسبوسه بتاعتي في الفرن بسرعه بسرعه. هعمل ايه؟ اعمل السيرب بتاعها يكون سخن. معايا 2 كوباية سكر، هحط عليهم 2 كوباية ميه وعصره ليمونه، ولازم السيرب بتاع البسبوسه يكون خفيف وسخن. طبعا كلنا عارفين السيرب ما بنقلبوش عشان ما يسكرش من على الجناب، هنسيبه كده ونعصر عليه الليمونه او عصره ليمونه خفيفه جدا. خلاص كده، وهستنى لما يغلي بالظبط 10 دقايق واحط له معلقه فانيلا، ويبقى كده معايا السيرب جاهز. البسبوسه تطلع سخنه وانزل عليها بالسيرب سخن، لازم الاتنين يكونوا سخنين عشان ما تشققش منك او عشان تطلع بسبوسه ناجحه. والمكونات دي صدقيني اني جربتها كتير جدا واديتها لناس كتير جدا، ناجحه وسهله وبسيطه قوي تقدري تقومي تعمليها. هستنى بقى الفراخ بتاعتي تستوي عشان اخد المرقه بتاعتها واشتغل في الرز على طول. مش هنطلع مع بعض ان شاء الله في فاصل سريع جدا تكون الحاجه بتاعتنا قربت تستوي، ونرجع نكمل مع بعض من هنا من برنامج مطبخك على الهوا مع الشيف اسماء. ثواني وارجع لك. رجعنا لك حبيبتي، رجعنا بعد الفاصل. ما عملتش اي حاجه غير اني حطيت الفانيلا على الشربات بتاعي او السيرب بتاعي. ونبص مع بعض كده على الفراخ لسه شويه، تعالوا كده نبص مع بعض على البسبوسه بتاعتنا عملت ايه. اهي زي ما انت شايفه معايا، لو انت شايفه احمرت اهي من الجناب، وولعنا لها فوق اهو تاخد وش 5 دقايق بالظبط وهنطلعها، او اقل 2 دقايق. وعلى ما الحاجه بتاعتنا تخلص السيرب بتاعنا خلاص ناقص له بالظبط 1 دقيقة هيطلع في نفس التوقيت اللي هتطلع فيه البسبوسه. قلت تعالوا كده ايه ندردش مع بعض شويه ونقطع شويه خضار كده، نعمل طبق خضار كده لذيذ جنب الاكل بتاعنا. طبعا كلنا عارفين الظروف اللي احنا فيها، فانا حابه اكلم كل ام تخاف على اولادها جدا جدا جدا، وبلاش نشتري اي حاجه من بره، اي حاجه ايا كانت، كل حاجة تقدري تعمليها في البيت وما تخليهمش يشتروا اي حاجة من بره. انت شايفة اللي احنا فيه، فنحافظ على اولادنا. بيتزات نعمل احنا البيتزات، كنتاكي، زنجر، اي حاجة بيحبوا يشتروها مع بعض احنا نعملها لهم في البيت. وان شاء الله من هنا من مطبخي مطبخ على الهوا، برنامج مطبخ على الهوا، هعلمك حاجات كتير جدا سهله وبسيطه وتقدري ان انت تعمليها لاولادك في البيت. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظ ولادنا. ويا جماعه كل شويه كل شويه كده ايه موضوع النظافه طبعا، ونطهر. اهم حاجه اساسك في البيت المطبخ، المطبخ انت مش لوحدك، انت معاكي ارواح انت مسؤوله عنهم، فالنظافه في المطبخ مهمه جدا جدا. حتى يعني ما تشتريش اي حاجه من اي حاجه من بره، ما تشتريهاش الفينو، الكايزر، العيش، اي حاجه انت تقدري تعملها لهم في البيت بمنتهى السهوله والله، يبقى اقل المكونات. ان شاء الله مع بعض هنا هنتعلم كل حاجه ان شاء الله. تعالوا مع بعض نبص على البسبوسه بتاعتنا. خلاص اهي، احنا ممكن ندور الصينيه بس كده. خلاص قربت تطلع،
ممكن اشيل السيرب من على النار كفايه عشان ما يتقلش، عشان هو دي البسبوسه السيرب بتاع البسبوسه لازم يكون خفيف بنفس المنظر ده. هنكمل مع بعض كده تقطيع الطبق الجميل بتاعنا بتاع الخضار ده. كل حد بيخاف من المطبخ او ما عندوش وقت، المطبخ ده متعة والله العظيم، متعة وعالم كبير جدا. كل ما تتعلمي فيه حاجة عايزة تتعلمي حاجة تانية وتالتة ورابعة. ان شاء الله من مطبخنا هنا هعلمكم حاجات كتيرة قوي، هعلمكم مرني الفراخ، المسحب، كل حاجة انت بتاكليها في المطعم برا وبتعجبك هنعملها هنا ان شاء الله بقى يعني باقل اقل تكلفة وبمنتهى السهولة عشان أسرتك وولادك ياكلوا أحلى أكل من إيديكي. ممكن نبص على الفراخ برضو عشان ما يبقاش نسين حاجة. لسه شوية، تعالوا بينا نبص على البسبوسة. بسم الله ما شاء الله، اهي ناقص لها بالظبط تكايه كده. ومعانا اتصال ام سعيد. اهلا وسهلا يا ام سعيد. اهلا يا كيف حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك، منوراني. تمام الحمد لله. عاملة ايه، اخبارك؟ الحمد لله تمام. سؤال حضرتك ليك عندي، اي سؤال اقدر اقدمه لك؟ كنت عايزة حضرتك تقولي لي اللي بتزود الاتزان جسم الاطفال الايام دي يعني. بالظبط كده، احنا في وقت دلوقتي محتاج بجد ان احنا نزود المناعة عندنا وعند الاطفال. لسه كنت بتكلم ان احنا ما نشتريش اي حاجة من بره. بشكرك جدا يا ام سعيد على سؤال حضرتك الجميل ومكالمتك الجميله، اسعدتيني جدا بيها. وهقول لحضرتك حالا دلوقتي على ايه المأكولات اللي بترفع المناعه عند الاطفال. طبعا اول حاجه اقدر اتكلم عليها في الموضوع ده عشان خاطر ام سعيد واتصالها الجميل، اقدر اكلمك ان الخضار اهم حاجه، الخضار اهم حاجه، بس يتغسل كويس جدا جدا جدا. الخضار اهم حاجه في الموضوع ده. اي حاجه خضرة او اي حاجة طالعة من ارض صدقيني هو ده الغذاء بتاعك. هكلمك دلوقتي تقدري تعملي لهم ايه، سهل وبسيط وياكلوه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي لسه واصلة برضو سنة. بصي يا ام سعيد، مثلا انا الصبح ابني ممكن حسب صغير او كبير ما بيحبش اللبن او ما بيحبش الزبادي، انا ممكن اضربه له في الخلاط مع معلقه عسل وفاكهه فيطلع زبدوه اللي احنا بنجيبه من بره. شفتي بقى انت هتعمليه بايديكي وبمنتهى السهوله. تعالي نتكلم على الخضار. وسط النهار كده في اللانش بوكس بتاعه وخارج النادي او المدرسه او اي حاجه بدخله الفاكهه والخضار، كل الحاجات دي بترفع المناعه عند الاطفال. ومعانا اتصال مدام احلام. اهلا وسهلا. الو، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله، ازاي حضرتك، اهلا وسهلا بيكي، منوراني. احنا بنحبك خالص يا شيف والله. الله يخليك. يلا اسوان بيريد من كلامك خالص. استاذنك بس يا استاذه احلام نوطي التلفزيون شويه عشان اسمعك واتكلم معاكي. ماشي، تسلمي لي. لو سمحتي يا استاذ، انا بنتي عندها انيميا شديده. عندها انيميا؟ وديها يعني انيميا شديده. وديها ادويه كثيره ومش نافعه معاها ومش مرفوعه الانيميا مني. الانيميا الصفات اللي تخلي الانيميا تمشي من عندها؟ هقول لك انا وصفات كويسه جدا وحاجات بسيطه جدا. ميرسي جدا يا استاذة احلام على اتصالك والف سلامة على بنتك. وهقول لك حاجات بسيطة جدا وسهلة جدا ترفع. طيب معانا اتصال دكتور خالد. الو،
الو دكتور خالد. ايوه استاذ، ازاي؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ منورني. الحمد لله يا باشا، ده موجودك يا باشا. الله يخليك. تعالى اشوفك يا استاذ. امرني. عايز تليفونك المحمول بتاعك، النمره بتاعتك. الكنترول يتواصل مع حضرتك. حاضر يا دكتور، متشكره جدا على اتصالك. ارجع تاني لمدام احلام. الانيميا، الانيميا بصي علاجها في ايه؟ علاجها في الحاجات اللي بتسود بسرعه، يعني او اللي فيها حديد، زي ايه؟ هقولك، التفاح، الموز، البتنجان الرومي ده لو ممكن ما بياكلوش، ممكن تدخلوله في وصفات كتيره. ده انت لو قشرته له او كلو كده، انت اديتيله يعني حديد والسبانخ، حاجات كتيرة جدا جدا تقدري فيها حاجات للأنيميا، وتبعدي عن الكيميائي شوية. والحاجات اللي من الشارع نشتريها من الشارع وتعملها لهم في البيت. وهقولك برضو أي وصفة حضرتك عايزاها تعلي عند ابن حضرتك الأنيميا، وألف سلام عليه. حضرتكم شايفين أنا طلعت البسبوسة معايا أهو، ومعايا اتصال، وانا كده ايه هسقي البسبوسه. معانا استاذه اسماء، اهلا وسهلا. الو. الو، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك انا عايزه اتكلم اسمع او الملاعه وحاجه الكحه. حاضر، هقول لك مشروبات جميله جدا جدا للمناعه وفي نفس الوقت للكحه. وسعيدة جدا جدا باتصالك يا أستاذة أسماء. بصوا بقى، السيرب اهو سخن والبسبوسة سخنة. بصي حضرتك، بصي معايا اهي، ما تقوليش السيرب ده كتير، لا السيرب ده على نفس المقدار اللي أنا قلتهولك، مظبوط جدا جدا. بصي اهو، طالما شربته أو بتشربه يبقى البسبوسة بتاعتك ناجحة. تركاية بقى، لو انت عايزه البسبوسه بتاعتك مقرمشه انا بسيبها كده ماشي، لو انت عايزاها تفضل طريه اول ما تطلع بغطيها، بغطيها بفويل، بغطيها بغطا حله، بغطيها باي حاجه. بصي شربت السيرب كله اهو، سخنه والله جدا اهي كده. البسبوسه بتاعتك تضمني ان هي ناجحه طالما شربت السيرب بتاعك اول ما نزل عليها كده، ولا هتبقى ناشفه ولا هتبقى مشققه، وتطلع احلى صينيه بسبوسه من ايديكي لان انت عاملاها بحب لاولادك. هقول لك حاجات بقى ايه، مشروبات كده جميله جدا جدا عشان تقوي المناعه. بصي في حاجه يعني سبحان الله عامله زي السحر كده، الزنجبيل. طيب قبل ما اقول لحضرتك على الوصفات ناخد اتصال. استاذ محمد، الو. الو، طب متاسفين جدا مستر محمد، كلمنا تاني الاتصال فصل. هكلم حضرتك واقولك اقولك الزنجبيل ده يعني حاجه سبحان الله سحر وشفاء لحاجات كتيره جدا، بس ما نفرطش في الاستهلاك بتاعه. نشربه، نبشره، لو فريش نبشره على الوصفات بتاعنا، نقدر ندخله في يومنا، نقدر ندخله في حتة، نقدر ندخله في حاجات كتيرة جدا. الزنجبيل بتاعنا لو انت شربتي كوباية زنجبيل او الطفل فحامي حامي عليه، لو حامي عليه الزنجبيل ممكن تحليه بالعسل. يعني هو الزنجبيل بلاش تخليه يغلي قوي على النار عشان ما يفقدش القيمه الغذائيه بتاعته او يفسد اللي انا عايزه اخده منه. احنا هنغلي كاننا بنعمل شاي، هنغلي ميه وهنحطها على الزنجبيل ونغطيه وهنحليه بالعسل. ده للاطفال، لو انت تقدري بقى يعني تشربيه، صدقيني صدقيني ده حمايه لامراض كثيره جدا. الكحه قبل ما ينام ممكن يشرب نعناع مغلي، كلها برضو حاجات طبيعيه جدا وبتجيب نتيجة عالية قوي. بص على الفراخ اهي، خلاص قربت وهنشتغل في الرز على طول ان شاء الله. اقدر اكلمك كمان القرفة، القرفة برضو من الحاجات اللي بترفع المناعة وبتعلي الحرق جامد.
في الجسم، فبيفضل جسمك على طول الدورة الدموية شغالة فيه وجسمك صحي. طيب أستاذ محمد رجع لنا تاني. ألو أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ أهلا بحضرتك، نورتني. الله يبارك فيك. بالله عليك كنت عاوز بس طريقة المكرونة البشاميل دي. مكرونة بشاميل؟ عينيا حاضر. أقول لك المكرونة البشاميل. عينيا حاضر، أقولها لك حالا يا أستاذ محمد، اكتب ورايا. من اسهل الحاجات طبعا المكرونه البشاميل. ليها طرق كتير، هقول لك ابسط طريقه وانجح طريقه ومتاخدش وقت ولا مجهود. الاول المكرونه بنعصجها، سهل جدا. ببشر بصلايه، ابشرها او اقطعها صغير حسب حضرتك عايز. بس اهم تركه واحنا بنعمل يا جماعه لحمه مفرومه، كويس ان مستر استاذ محمد قال لنا الموضوع ده، احنا البصلايه ما بنزلش بيها على الماده الدهنيه بتاعتي، لا انا الاول بحط الزبده او الزيت في الطاسه بتاعتي او في الصينيه، وبنزل باللحمه بديها صدمه، وبنزل عليها بمعلقه خل تقتل لي اي بكتيريا. اللحمه المفرومه دي حضرتك بتجيبها من عند الجزار، ما تعرفش هي مفرومه ايه او معموله ايه او محطوطه على كونتر عامل ازاي او بلانش عامله ازاي. فعشان اطمن على صحه ولادي انا معلقه الخل دي هتقتل لي اي حاجه بكتيريا موجوده في اللحمه. بنزل بمعلقه الخل وبعد كده اقلب اللحمه كويس مع الماده الدهنيه اللي انا حطاها، سمنه زيت زبده زي ما حضرتك بتشتغلوا في البيت. وبعد كده بنزل عليها فلفل الوان، جزريه مبشوره زي ما حضرتك بتحب. نبص على الفراخ مع بعض اهي، خلاص ليه انا سلقت لك الفراخ النهارده؟ مش عشان اخد الشوربه اعمل بيها الرز، لا، لان انتوا فاكرين ان طريقه المندي صعبه جدا، يعني صعب قوي ان انا احط الاثنين على بعض في صينيه في الفرن واستنى طب استوت طب لا، والفراخ عامه كتير ما بتطلعش مستويه في الاخر. فانا عملت لك التركايه دي عشان تضمني ان حاجتك هتكون مستويه معاكي. هبتدي احط كده الملح بتاعي للفراخ، وراعي ان انا حاطه ملح هنا عشان لما اجي اشتغل في الرز بتاعي. بص بقى، خلينا متفقين، الرز البسمتي كل كوبايه رز عليها كوبايتين شوربه، الرز المصري كل كوبايه قدامها كوبايه. عندي الحلة بتاعتي احطها على النار. معانا اتصال ام صفاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك عامله ايه؟ منوراني. الحمد لله، الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. انا معجبه بحضرتك قوي يا شيف. ربنا يخليكي، انت الاحسن، شرفتيني باتصالك. ليكي اي استفسار؟ اي سؤال اقدر افيدك فيه؟ لا والله انا بحب اتعرف عليك واسلم عليك بس. ربنا يخليك لي يا رب، ده انا اللي اتشرفت باتصالك الجميل ده. ربنا يخليك، انا اول مره اطلع على التلفزيون يعني الصراحه. ده شرف ليا. انا كده مش قادره اتكلم على اعصابي خالص. لا ده شرف ليا، ده من حظي ان انت اتصلتي بيا النهارده. ربنا يخليك يا رب، وربنا عايز اقول لمصر ربنا يحمي مصر يا رب. امين يا رب، امين يا رب. هي دعواتكم الحلوه دي اللي ان شاء الله ربنا هيعديها على خير وهينجينا ان شاء الله. شرفت. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ربنا يخليكي، شكرا ليكي جدا، شرفتيني باتصالك حبيبتي. يلا بقى نشوف حاجتنا كده. الفراخ طلعت معايا اهي، هعمل ايه؟ هرصها في صينيه. احنا طبعا مبهرينها واحنا فاهمين وعارفين ده. عندي هنا صلصه بوري، احط عليها شويه بهارات فراخ، شويه توم باودر، شويه بصل باودر،
ولو حابه تضيفي زعتر، زعتر برضو تضيفي حبه، بس هي البهارات الفراخ بيبقى فيها كده بمنتهى السهوله اهي، مفيش اي حاجه. وهنحط عليها كمان شويه زيت اهي، نقلبهم كويس. سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه، وبتشرفك قدام ضيوفك، وطبق شهي جدا ولذيذ يفتح نفس ولادك. اهي اجيب الفراخ معايا اهي، وابتدي ان انا ادهنها بالدريسنج ده اللي انا عملته، ما فيهوش اي حاجه، صلصه بوري، توم باودر، بصل باودر، وزيت، ما فيش اكتر من كده. ايوه اطمن ان هو، اتاكد ان هو دخل كده في الفتحات اللي انا عاملاها. نرجع نتكلم تاني يا جماعه عن الاكل الصحي في البيت، ونبعد خالص 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 عن الاكل اللي بره، عشان صحه ولادنا يا جماعه، او صحتنا، او صحه زوجك، او مامتك، او عيلتك. لازم 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 نعمل كل حاجة ان شاء الله بإذن الله في البيت. مفيش اسهل من الاكل يا جماعة خالص، بالعكس متعة. يعني لما تخشي في الموضوع تحب ان انت عايزة تعرفي اكتر وتتعلمي اكتر ان شاء الله من مطبخنا هنا. الصينية مفيهاش اي حاجة، هنزل فيها الفراخ بتاعتي اهي، ريحة الدريسنج ده جامدة جدا. اهو ما عملتش حاجه، ما خدش معايا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه اهي. وهدخلها الفرن بالظبط 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، وهتكون جاهزه. وابتدي اشتغل معاكي في الفراخ، في الرز كده. خلاص خلصنا الفراخ، نشتغل في الرز على طول. انا بادئه معاكي من 1 2 اهو، يعني انا اعرف احط الرز واحط مقاديري واشتغل؟ لا، انا جايه معاكي من الاول اهو، وبقول لك الرز بيتحط عليه ايه وبيتعمل ازاي. يلا بينا نسمي الرحمن ونشتغل. الحله بتاعتي هنزل بزبده، كده كويس. هنزل مع الزبده شوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش مني. وهي سخنة بقى كده هعمل ايه؟ هنزل بالحاجات بتاعتي اللي تديني بقى الريحة الفظيعة الجميلة دي اهو. من اسهل الحاجات يا جماعة الرز البسمتي، وهيعجبك جدا وسهل جدا جدا. هحط عود قرفه، احط 2 لومي، انزل بحبهان، وانزل بشويه بهارات فراخ كده صغننه لان انا حاطه في الشوربه. بصي انا لسه ما نزلتش بالكركم والكاري، لان دي حاجات ممكن تتحرق بسرعه من النار. عندي بصلايه بس دي كبيره، هاخد نصها مثلا كده، هقطعها تقطيع ايه جوليان عشوائي، يعني مش لازم يكون تقطيع معينه، انا باخد بس الطعم بتاعه. وحبه صغيرين ينكهولي الرز بتاعي. اهتموا يا جماعه بالعسل الابيض، شفاء شفاء جامد جدا من كل الامراض والله العظيم. اهي البصلايه بتاعتي، خدت منها حاجه بسيطه خالص، هي تطعيمه الرز بس كده. هنزل بالبهارات بقى اللي هي بتتحرق بسرعه، الكركم والكاري، واخليهم ياخدوا ايه تحميصه صغننه كده مع السمنه بتاعتي، وبعدين هنزل بالرز. هيا
ريحة تحفة. هنزل بالبصلية التقطيع اللي انت عايزاها، بس ما تبشرهاش عشان ما تجيبش ميتها. اهو هقلبها كده كويس. ومعانا اتصال، استاذة ميار. الو الو الو، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا بحبك جدا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوراني الحمد لله. لو سمحتي بالله عليكي تقولي لي طريقه المشبك ضروري. عيني حاضر. عيني حاضر، هقولها لك من عيني الاثنين. طب ما تستني الحلقه الجايه نعمله مع بعض لايف كده. بتقول ايه؟ استني الحلقه الجايه نعمله لايف كده مع بعض. الاكل انا عايزه اعمله دلوقتي ضروري. ماشي، من عيني حاضر، هقول لحضرتك حالا. اهو زي ما انتوا شايفين، اهو خد اللون بس ما تحمرش. الرز البسمتي انا غسلاه مش نقعاه، دي من اسرار نجاح الرز بتاعك يعني. اهو هفضل بقى اقلب الرز ده كويس مع المادة الدهنية بتاعتي ومع البهارات الجميلة والريحة الجميلة اللي طالعة دي كويس، وبعد كده اضيف له الشوربة بتاعته. هيا يا جماعة بالله عليكم ما تنسوا معلقة العسل الصبح قبل اي حاجة، والزنجبيل والليمون، كل الحاجات، الفيتامين سي، البرتقان، كل الحاجات دي متوفرة دلوقتي وبتمنع امراض كتيرة جدا جدا. اهتمي بيها ودخليها لولادك، حتى لو ما بياكلوهاش دخلها لهم في وصفات كتيرة. مع بعض هنتعلم ازاي ندخل الحاجة، الخضار اللي ولادنا ما بياكلوهوش ندخله مع بعض. طبعا انا قلتلك كل كوباية رز كوباية دي عليها كوبايتين شوربة. ماشي، انا حافظة، فانا جايبالك المج بس عشان اوريهولك. بسم الرحمن ننزل بالشوربة. بسم الله. كده يبقى عملتي احلى طبق مندي سهل وسريع جدا جدا، ما خدش وقت ولا مجهود معاكي. والبسبوسة كمان خلصت في ثواني. كل الاكل في الدنيا سهل، ما فيهوش اي حاجة متعبة، بس المهم ان انت عايزة تبقي عايزة تعملي. خلاص معانا استاذ محمود من المنوفيه. الو اهلا وسهلا استاذ محمود. السلام عليكم، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ منورني يا محمود. عاوز اعرف طريقه البيتزا. طريقه البيتزا؟ حاضر، هقولها لك حالا دلوقتي. ميرسي جدا يا استاذ محمود، شرفتني باتصالك. ومعانا استاذة صفاء. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذة صفاء؟ ازاي حالك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله في نعمة، ازاي حضرتك؟ الو. ايوه معاك. امرين يا استاذة صفاء. طريقة عمل البيت. نعم، مش سامعة حضرتك استاذة صفاء. طريقة ايه؟ طب بعتذر جدا لحضرتك، الاتصال فصل، كلميني تاني. خلاص كده الرز معايا اهو، هغطيه واستنى بقى لما يتشرب، وايه نقدمه مع بعض مع الفراخ بتاعتي. المندي السهل، بتولعي بقى فحميه، بتقفلي على الصينية بتاعتك لو انت عايزة، مش عايزة، لان في ناس كتيرة جدا ما بتحبش طعم الفحم، طعم الفحم ولا في الرز ولا في الفراخ ولا في اي حاجة. فانا سايبالك الموضوع ده اختياري ليكي، بس هو اساسا طبعا من اساسياته ان انت تحطيله الفحمية دي، تولعيها وتحطيها كده في فويل وتنزلي عليها باي مادة دهنية.
اهو خلاص قرب وهنوطي عليه. وتعالوا مع بعض كده نبص على الفراخ بتاعتنا، خدت لون ولا لسه؟ زي ما انتوا شايفين اهي قربت، ريحتها جميله وان شاء الله طعمها يكون اجمل وصحه وهنا. الخضار الخضار الخضار، هفضل طول الحلقه اكلمك على الخضار والفاكهه، ان انت لازم بصفه يوميه تدخليهم في يومك، ان انت اصلا طفلك يطلع متعود ان هو طبق البقدونس قدامه، الجرجير، الحاجات الخضراء دي لازم من هو صغير بيطلع ان هو بياكلهم، مش بياكلهم انا هدخلها له في اي حاجه تانية. حاضر. ومعانا اتصال استاذه نرمين. الو الو، اهلا وسهلا استاذه نرمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ منوراني. ليكي اي سؤال يا استاذ؟ انا عايزه اعرف طريقه. انا معاكي طريقه ايه؟ معلش الشبكه عندنا والله كده شويه صعبه شويه. طيب معانا اتصال تاني استاذه منى. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ منورة الدنيا. ربنا يخليكي يا رب، انت اللي شرفتيني باتصالك ونورتيني. الله يخليكي يا رب، تسلم ايديكي وجزاك الله خير على كل حاجة حضرتك بتعمليه. ربنا يخليكي يا رب، نورتيني وشرفتيني. ايه رأيك في البسبوسة بتاعتنا النهاردة؟ الله ينور عليكي، تسلم ايديكي حضرتك. بس معلش لو سمحتي، انا ما يعني ما لحقتش عمايل البسبوسة، انا بعملها بس اقول مكتومه كده ما تطلعش مظبوطه حضرتك. اقول لك المقادير حالا دلوقتي وتقومي تعمليها على طول بقى، مقادير موجوده عندنا في كل بيت. شرفتيني باتصالك يا استاذه نرمين، ربنا يخليك يا رب، شرفتيني. البسبوسه 600 جرام سميد، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن، لبن عادي بتاعنا، خالي الدسم او بالدسم عادي. بخلط المكونات على بعض، ونص معلقه بيكنج باودر بس. ادي البسبوسه بتاعتي. اللي بينشفها عفوا، اللي بينشفها او ما بيخرجهاش كويسه ان انتوا بتعجنوا فيها كتير او بتفضلي تعملي فيها كتير كتير، لا بالعكس، هي البسبوسه عايزه المكونات تتلم مع بعضها بس من غير ما نعجن فيها. انا نزلتها في الصينيه كانت ناشفه، مش انسيابيه ولا اي حاجه. بحط السميد على السكر على اللبن على السمنه وبقلبهم كويس مع بعض، نص كوبايه نص معلقه بيكنج باودر بس خلاص. وببل ايدي في ميه واعمل كده عشان الوش يطلع متساوي زي ما حضرتك شايفه. وبدخلها الفرن، في نفس الوقت اللي بدخلها بشتغل في السيرب بتاعها، عباره عن كوبايتين ميه وكوبايتين سكر وعصره ليمون. نبص على الرز بتاعنا بقى لحسن ندمج مع نرمين وانسى الرز. كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصرة ليمونة، وبسيبهم بالظبط 10 دقايق. لازم السيرب بتاعها يكون خفيف والمقادير مظبوطة جدا. السيرب اللي انا قلتهولك هي اللي هتاخده المقادير اللي انا قلتها لك، وبألف هنا وشفا ان شاء الله. نبص على الفراخ تاني. بسم الله. خلاص هي قربت. انا مش ناسيه الاتصال بتاع الانيميا، وهجيب لك وصفات كتيره جدا 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 وهشتغلها معاكي لايف هنا على الهوا عشان ابن حضرتك ربنا يعافيه ويعافينا جميعا ان شاء الله. عايزه اتكلم معاكم في الدراسه او التاخير بتاع الدراسه، او احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، فدي فرصه كويسه ان ابنك او بنتك قاعد معاكي في البيت، فتقدري ان انت يعني ربنا اللي يحمي الاول وبعدين انت باللي انت تعمله له، من نظافه من اكل. بصي الاساس لكل حاجه المطبخ، اي حاجه انت هتعمليها طالعه من المطبخ هو ده سلامتك وسلامه بيتك وسلامه اسرتك.
فاهتمي بالمطبخ، اهتمي بالمطبخ، اهتمي بالمطبخ، اهتمي بالخضار، اهتمي بالفاكهه، دخلي لهم سواء الظروف في حاجات بسيطه جدا 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 وقيمتها عاليه جدا. يعني النهارده لما نشتغل بسبوسه ما عنديش مثلا لوز، ما عنديش فستق، بس صدقيني السوداني بيحل واعلى قيمته الغذائيه اعلى واحسن بكتير. ان شاء الله هنا من مطبخنا هنا هنشتغل مع بعض حاجات كتيره جدا، هجيب لك حاجات من قلب المطاعم تعمليها في قلب بيتك وانت قاعده وبمنتهى السهوله. ومعانا استاذه اسماء من مطروح. اهلا وسهلا. الو يا شيف. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله كويس والله، الحمد لله دايما. ازي حضرتك؟ وانا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي، انا بموت فيكي، منوراني. متابعة حضرتك وبحب اكل حضرتك. كنت بس عايزه اسال على الكب كيك. عينيا الكب كيك. عينيا حاضر، اقول لك احلى واسهل كب كيك في الدنيا تعمليه دلوقتي حالا. والله عايزين حضرتك معانا في رمضان كده ودايما ان شاء الله طلعنا كل سنه اكل جديد. ان شاء الله كل سنه وانت طيبه واسرتك الكريمه طيبه. ان شاء الله هكون متواصله معاكم على طول ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. متشكره لاتصالك جدا جدا استاذه اسماء، وهقول لحضرتك على الكب كيك من عينيا حاضر. خلاص الفراخ قربت معانا اهي، يكون الرز ان شاء الله اتشرب ونقدمه لحضرتك. ممكن اجاوب لاستاذه اسماء على الكب كيك؟ سهل جدا وبسيط، وهخليكي كمان تعمليه في الخلاط وما تخافيش من حاجه. جمدي قلبك كده واعملي المقادير اللي انا هقولك عليها، هيطلع مظبوط جدا وناجح جدا. كوبايتين ونص دقيق، ثلاث بيضات، كوبايه سمنه او زيت، بس انا عامه بشتغل بزيت ذره. اعمليه بالزيت ذره هيطلع معاكي ناجح جدا. يبقى نص كوبايه زيت ذره، كوبايتين ونص دقيق، ثلاث بيضات لو الحجم كبير، اربعه لو الحجم صغير، كوبايه سكر، معلقه بيكنج باودر، معلقه خل عشان الكيك بتاعك او الكب يطلع طري وهش، بس او كوبايه لبن لو عامل زي بالشوكليت. بتشيلي معلقتين من كوبايتين ونص الدقيق وهتحطي مكانهم كاكاو، مش عايزاه شوكليت، عايزاه ابيض، بتدخليه كده بس هو يفضل بالشوكليت يعني، وتحطي كده عليه من فوق شوكليت شيبس، بيطلع حاجه تحفه. عندك القوالب بتاعتك بتدهنيها دهنه بسيطه من الزيت. ما عندكيش القوالب بتاعتك، في قوالب سيليكون بتتباع، اللي هي بتتباع في بتلاقيها في افران الفينو عامه او الافران دي بتجيبيها، ما بتدهنهاش اي حاجه، بترصصيه في صاج وبتصبي الخليط بالظبط نص الكب بتاعك عشان هو بيعلى او بيبقى هش، وبتدخليه الفرن على درجه 180، وشوكليت شيبس بتحطيه على الوش بتاعك عشان يطلع سايح كده وجميل على الوش، وبالف هنا وشفا تحت امرك. الرز بتاعنا زي ما حضرتك شايفه اهو، خلاص ريحته جميله. والمتصل اللي كان بيسالني على البيتزا، اقول لحضرتك حاضر على اسهل بيتزا في الدنيا. عندي كيلو دقيق عليه معلقتين خميره، سواء فوريه او خميره اللي بتشتريها من الافران، الاتنين بتشتغل بيهم، بس طبعا خميره الافران احسن بكتير. معلقتين بالظبط على كيلو الدقيق، ومعلقه سكر، ومعلقه ملح. ادي مقادير البيتزا. ومعانا اتصال من رودينا ونقول الو. الو. اي رودينا. لو سمحت شوف عايزه طريقتي مشبك. عينيا حاضر. حاضر، تاني مره يجي لنا اتصال على المشبك، وده اللي هيخليني اعمله لكم ان شاء الله ان شاء الله لايف على طول. وحاضر من عينيا الاثنين. البيتزا، زي ما قلت لحضرتك كيلو دقيق عليه معلقتين خميره، معلقه ملح، معلقه سكر، وبالظبط كده 3 معالق زيت. 3 معالق زيت دول يعني ربع كوبايه زيت، بس انا بجيبها لك بالكوبايه والمعلقه عشان يبقى الامر سهل عليك. بنعجن فيها كويس جدا،
لو في العجان بتبقى 10 دقايق عجن مستمر، وبنزل مية دافية لما تبقى عجينة طرية مش ناشفة أو بتلزق سنة كمان. ماشي، في العجان بتاخد 10 دقايق، لو بعجن على ايديا هتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة عجن مستمر. هو ده سر نجاح البيتزا. نبص على الفراخ. بسم الله، خلاص قربت اطلعها. البيتزا من اسهل الحاجات، وان شاء الله نعملها مع بعض هنا بجميع الانواع بتاعتها والطرق بتاعتها. بعد ما بتخمر بتسيبها تخمر ساعة، لو احنا في جو ساعة بتدفي الفرن 10 دقايق وتدخل فيها اللي انت عاجن فيه او البولة بتاعتك ومتغطية، وتولع الفرن 10 دقايق وتطفيها وتحطها، فبتخمر بسرعة. وبعد كده بتطلعها بتعملها الكور اللي انت عايزها. عامة الكيلو بيعمل 7 كور او 7 صواني كويسين. بس ادي طريقة البيتزا، وممكن اقول لك على اللي انت عايزه، الدريسنج بتاعها او الصوص بتاعها اللي بتحط، ايطالي او مصري او اي حاجة. نبص على الرز. ومعانا اتصال، استاذة ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة ياسمين؟ والله الحمد لله. منوراني. متأسفة جدا الاتصال قطع، شرفيني تاني بمكالمتك، هستناكي. ناخد أستاذة عبير. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل على البسكوت بالشوفان، أنا عملته مش عارفة طلع ناشف معايا ليه. بسكوت إيه؟ بالشوفان. بالشوفان؟ أه. بصي أنت أكيد زودتي الشوفان من غير ما أعرف، أنت عملتي إيه؟ أنا حطيت ربع كيلو شوفان على نص كوبايه سمنه، وحطيت نص كوبايه سكر، وحطيت زيت بيكنج باودر وفانيليا وبضايه. طب ما هو كده ما حطيتش ماده سايله، ولا حطيت لبن ولا حاجه. بالظبط كده انا كنت هقول لك، طب انت الماده السايله بتاعتك فين؟ يعني انت ولا عجنتيها بلبن رايب، ولا احنا عشان بنقول شوفان فهقول لك اشتغلي بلبن رايب. يعني انت كان ممكن تحطي لها ربع كوبايه لبن رايب كان ظبط معاكي الموضوع. متشكره جدا استاذه عبير. ومعايا نورهان. الو. الو. ايه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منوراني. اموريني استاذه نورهان. لو سمحتي قولي طريقه البسبوسه تاني لان ما لحقتش اشوفها. طريقه البيتزا بسبوسه. عينيا عينيا، حاضر اقول لك طريقه البسبوسه تاني من عينيا حالا دلوقتي. هقولها لك، هقول طريقه البسبوسه تاني للاستاذه عبير عشان ما لحقتش تكتبها. 600 جرام دقيق سميد او دقيق بسبوسه، ويستحسن ان انت تجيبيه سايب بلاش اكياس، لان الاكياس بيبقى على جوز هند وسكر وكده، فاحنا نشتغل بيه سك كده معلوش اي حاجه. 600 جرام دقيق البسبوسه، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه، نص معلقه بيكنج باودر، وغير السيرب. بتعملي ايه؟ بتخلطي كل المكونات على بعض. قبل ما احط اللبن بحط دقيق السميد وعليه نص المكونات دي كلها بخلطها على بعض. اهم حاجه ما اعجنش فيها كتير، بس وارصها في الصينيه وبل ايدي واعملها كده، واحط المكسرات اللي تعجب حضرتك على الوش. السيرب بتاعنا بيكون خفيف، سيرب البسبوسه بيكون خفيف، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصره ليمونه، وبسيبهم بالظبط 10 دقايق على النار، وبيكون السيرب معايا جاهز. تطلع البسبوسه سخنه، انزل عليها بالسيرب سخن، لازم الاتنين يكونوا مولعين. بتشرب السيرب زي ما حضرتك شايفه كده، يبقى البسبوسه بتاعتك ناجحه. اهم حاجه ان انت ما تعجنيش في المكونات كتير عشان تطلع معاكي مظبوطه وبالف هنا ان شاء الله. نبص على الرز بتاعنا. خلاص اهو قرب يتشرب. ونبص على الفراخ كده ونتابع حاجتنا.
بصوا المنظرها عامل ازاي من غير زعفران من غير اي حاجه، هي خدت اللون بتاعها الجميل وما حطتش كمان بابريكا. احنا ممكن نشوف بقى الفراخ بتاعتنا والحاجة. حالا هنطلع الطبق بتاعنا. ادي الفراخ بتاعتنا منظرها الجميل، لو انت عايز تسيبها شوية تاني تنشف اهي. وكمان الرز معايا اهو، ايه رأيك؟ اكلة ما خدتش منك وقت ولا مجهود، كمان عملناها بمنتهى السهولة واحنا بندردش مع بعض. يلا بينا بقى نغرف الاكلة بتاعتنا النهاردة، احلى اكلة النهاردة مندي الفراخ بمنتهى السهولة. وزي ما قلت لحضرتك عايزة تولعي فحمية وتحطيها في النص كده في ورق فويل وتنقطي عليها زيت او سمنة او اي مادة دهنية وتغطي على الطبق بتاعك، واللي ما بيحبش طبعا ريحة الفحم ما يعملهاش. اهو اهم حاجة حواليك يبقى نظيف على طول، ما يبقاش حواليكي كركبة عشان ما تحسيش اصلا ان الموضوع صعب عليكي. على طول تلمي الدنيا كده اول باول من حواليك، هتحسي ان الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وهتعملي 100 صنف في يوم على الغدا مش صنف واحد. ايه رأيك؟ هبتدي بقى اطلع الفراخ بتاعتي. بسم الله. ايه رايك الطبق بتاعنا خلص النهارده مندي الفراخ الجميل بتاعنا؟ انا عندي سوداني ممكن احمص شويه كده وارشهم على الوش. بصي بقى تركايه سهله قوي وبسيطه قوي، مش تاخد منك ثانيتين. نفس الطاسه اللي انت عملتي فيها الفراخ اهي من غير اي ماده دهنيه من غير حاجه، هنزل بشويه سوداني، اقل مكسرات اهي موجوده عندك بالظبط كده. اهو وانا بحمر بقى السوداني بتاعي كده اديله تحميصه، اقول لك احنا عملنا ايه النهارده كده في السريع. احنا النهارده عملنا مندي الفراخ باسهل طرقه ان انت تقدري تقومي تعمليه، وعملنا صينيه البسبوسه هقول لك على مقادير الحاجه اللي انا عملتها حالا دلوقتي. صينيه البسبوسه 600 جرام سمين،
كوبايه لربع سكر، كوبايه لربع سمنه، كوبايه لربع لبن. بخلط كل المكونات مع بعض، نص معلقه بيكنج باودر، وادخلها الفرن على درجه 180. اول ما الاقي الحروف احمرت اولع الشوايه عليها بالظبط دقيقتين ثلاثه مش اكتر. خلاص السيرب كوبايتين سكر، كوبايتين عسل، كوبايتين ميه، وعصره ليمونه. السيرب بيبقى خفيف 10 دقائق، الاثنين بيطلعوا سخنين احطهم على بعض. عملت معاك الرز البسمتي، عملت كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. نزلت الاول بالماده الدهنيه بتاعتي، وبعدين نزلت بالبهارات تاخد كده ريحه جميله. بصلايه صغيره قوي عملتها كده بشكل عشوائي، مش تقطيع معينه، ان هي بس ياخد منها طعمها او ريحتها. بصي تحميصه خفيفه جدا عشان لونه ما يسودش، وارشه كده ايه رش عشوائي على الطبق الجميل بتاعنا كده. لا تقولي بقى ايه كاجو غالي، ولا نقول صنوبر، ولا نقول لوز، ولا فستق، ولا عين جمل، حاجات بسيطه اهي، وبتديكي نفس التست والطعم وتشرفك ان شاء الله. وكده يبقى خلصت حاجتي النهارده معاكم من مطبخنا، من برنامجنا مطبخك على الهوا، او مطبخ على الهوا. حاجات سهله وبسيطه، متناول ايديكي، ما خدتش وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت هتشرفك قدام اسرتك الاول، وبعدين قدام ضيوفك ثانيا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، من مطبخ على الهوا مع الشيف اسماء. السلام عليكم.